خط سبل الحياه ما كاينش باش نشوفو مين معنا. سميتك هيا فاطمه توضى روح عسو كتقرا ولا والو؟ علاش كانوا مدرسه مدرسه قال لك ما عندهمش مدرسه هنا، ما عندهمش دار، ما عندهمش بيطون، ما عندهم والو. تبغي تكون عندكم مدرسه ودار؟ كاين ناس مسافر مدرسه كاينه في كل مكان. اهلا وسهلا بكم عبر قناه وجريده المغرب العربي بريس، ونحن نتواجد بمنطقه الرحل هنا بمنطقه مرزوقه، وبغينا نتعرفوا اكثر على حياه الرحل. كيفاش كيعيشوا؟ كيفاش كيقريو وليداتهم؟ واش كاين شي مستشفيات؟ هادشي كله غادي نعرفوه اليوم ان شاء الله، خليكم معنا. وبحال اللي كتشوفوا المتتبعين ديالنا، المرافق الضروريه هذه هي لي تواليت ديال الرحل. بحال اللي كتشوفوا غادي نمشيو نوريكم الكوزينه، دي هي هادي. هذه الكوزينه فين كيطيبوا كيديروا فيها كل شيء. كان كاين شي باب يمكن من هنا ديال لا كوزين، شوفوها. اذا حياه الرحل بحال اللي كتشوفوها عن قرب، هذه لا كوزين اها، نشوفوها هي كاينه من الداخل. فوالا هنا كيطيبوا، وعندهم يعني بمشقه الانفس باش كيلقاو العواد وكيجيو كيطيبوا. هنا هذه البساط العواد، هادو خيم فين كينعسوا وهاو كيستقبلوا حتى الناس. يعني ملي كتجيو شي وحدين شي ناس محسنين اللي غادي يعاونوهم، او شي ناس بغاو يدوزوا وقت هنايا كينعسوا في هاد الخيم هادي. اذا هذه هي الحياه ديال الرحل. ومعنا احدى النساء ديال منطقه الرحل اللي بالفعل كاينه معاناه، اللي هي معاناه كبيره، والاشاره ان هاد السيده اللي قدامي بعد ولدت هذا الشهر وكدير كلشي بيديها تخدم، لان الازواج ديالهم كيكونوا كيخرجوا بحكم انهم رحال. ولدت راسها يعني دارت جميع المراحل الولاده بوحدها. غنتعرفوا عليها اولا. صباح الخير عيشه. صباح الخير ولهنا لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. عيشه انت عاد ولدتي ياك؟ عاودي لنا كيفاش ولدتي. عاوز ميت سازلي تيروت غير غادي نخرني طمرني كثير دار وغادي زايدني خلاص صافي. الدنيا مزبرني خاصني تيروت جلساتني حتى واحد شويه راه فيها الزبير وداك الشيء، ودخلت ولدت بوحدها. ولدتي بوحدك عايشه ما معك حتى واحد؟ غير وضن واه الناس تقنيرو كلشي كنا غير وضن راني في الحال راه تعاون والو. عاودي لنا كيفاش كتعيشوا هاد الحياه ديال هنايا؟ ما في ديال المعيشه عند الضو غير ماشي ضرني خلاص نايم ما عيش معاك كنا تي في ضرني تي اخرى ما كيعاونكم حتى واحد غير فيه ما بيتنا ولكن يتعاونوا ديال والو نايم غنا دي يعاون هذا يتعاون ولا دي غير غير نيك صافي. كاين المحسنين اللي كيعاونوهم كيدوزو مره هنا كيعاونوهم، وكاين اللي ما كيعاونهمش اللي كيدوزو. شحال عندك ديال الدراري عيشه؟ كلشي شحال نشيره دغور ملان كاين شي راه دغور ملان عندها ثلاثه كيقراو؟ لا والو لا والو. علاش؟ ما بحار مدرسه قلتي على العاتق ديالك رساله تعليميه محضه، ولقيتي انك شتي العديد من المدن المغربيه وكتحطي الرحال هنا عند الرحل. كيفاش كتشوفي ان المعاناه ديال المراه المغربيه؟ في الحقيقه جو تري ديسو، لان ما كنتش كنتظر انني غنقدر نشوف هذا المستوى ديال العيش. ففريمون جو وما في الحاجه اللي ما فهمتهاش هو علاش هاد الناس حطوا في هذا المكان. كنحاول نسالهم الوغ كو ما بان ليا لا ما لا شجر لا والو، سي بيزار كومون اي زاريفا فيفغ ما عرفتش. مي كنحاول غادي كنتفاهموا معاهم، كنحاولوا نقولوا لهم انهم حسن يبدلوا البلاصه، يمشيو شي بلاصه اللي فيها المدارس باش يقريو وليداتهم، هذه اقل شيء. ربما بالقرايه ديال ولادهم الامور غتغير ويقدروا يساعدوهم. محمد العبودي من سلا وفاعل جمعوي. فاعل جمعوي سبب الزياره ديالكم اليوم لهذه المنطقه ديال الرحال اللي هنا بمرزوقه؟ يا بالنسبه للزياره ديالنا في منطقه الرحال هي داخله برنامج ترفيهي في نفس الوقت، ولكن في نفس الوقت
برنامج فيه الترفيه وفيه شويه ديال التضامن مع الناس المنطقه. الهدف منه نشوفوا الاحتياجات ديالهم وان شاء الله نشوفوا واش كاين شي امكانيه اننا نعاونوهم فيها. اذا هي زياره ترفيهيه تضامنيه بالدرجه الاولى. تماما. كيف كتشوفوا هذه الساكنه؟ لا اله الا الله، ساكن هنايا راه اول حاجه كيفتقدوا التعليم، كيفتقدوا الصحه، وعندهم مشكل ديال الماء، هو اللي مشكل كبير عندهم هنايا. يعني خصهم يوميا باش يبغيو الماء كيقطعوا كيلومترات، يعني الا قادر يكونوا شي محسنين اللي يعاونوهم في هذه القضيه ديال الماء غتكون مزيانه ان شاء الله الحمد لله. واخا النداء ديالكم لجمعيات المجتمع المدني اولا والجهات المسؤوله والمعنيه. ايه يهتموا بالناس بالمغاربه كاملين، فهمتيني؟ يعني حنا عارفين المغرب، كاين المغرب النافع وكاين المغرب ماشي غير نافع، هو نافع فهمتيني؟ ايه هو كيتسمع عليه غير هو نافع، فيه موارد طبيعيه، فيه بزاف الحوايج، ولكن نتمنوا الله هما يستافدوا من التنميه، ماشي المناطق اللي كبيره وفيها مواصلات، يعني حتى المناطق الاخرى تستافد من التنميه المغرب. شنو الحاجه اللي كطلبوا وبغيتوها تكون عندكم هنايا في هذه المنطقه ديال الروح؟ ما حتى الحاج ترمى دغرو انت اللي تطير حالنا تاع عائشه. خشي كانوا سيد دايد الله يرحم والدين، تقاعد لنا دغرو رحال الناس سيد دين اللي كتلا ولاد بيتها. تنضرب عليه يرحم والدين تاني الكواشه تيرو ذا سميه. بغات الضوء بالطاقه الشمسيه، راه الناس اللي حداهم مستافدين هي اللي ما استافدتش. اذا كاين الناس مستافدين روحها المنطقه الشمسيه. المنطقه الشمسيه هي ما مستافداش. هي ما مستافداش. وشيكواش راه البرد جاي قال لك بغات شيكواش. اذا مالطات. اذا كنشكرك لاله عائشه الله يرحم والدين. اذا بحال اللي سمعتوا النداء ديال عائشه من الروح اللي كاينين هنا بالمنطقه عندها وليدات، كيطلبوا يعني الكواش، كيطلبوا توصلوا للمنطقه الشمسيه الماء اللي هو ضروري ما كاين. دائما بصحه ممتازه ودخلوها في راسكم، كنقول لكم راكم تشارجيتي. الله يحفظكم الله يحفظكم لوليداتكم ولعائلتكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.